النجم الظهير الأيمن اللي بدأ مسيرته مع نادي الرمثة في سنة 2003، انضم للمنتخب الوطني بال2009 وظل معه لل2013 وشارك معه بكتير من البطولات الإقليمية والقارية، منها بطولة غرب آسيا 2009 في الأردن، نهائيات كأس آسيا 2011 في قطر، الدورة العربية 2012، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014. لعب مع نادي الرمثة، الفيصلي والحسين إربد، واحترف مع أندية الوحدة السعودي والمحرق البحريني. أهم إنجازاته كانت وصيف كأس ولي العهد السعودي، بطل كأس الأندية الخليجية مع المحرق، بطل كأس الملك بالبحرين ووصيف الدوري هنا، وحقق لقب كأس الأردن مع الفيصلي ووصيف الدوري مع الرمثة. سليمان السلمان نجمنا لها الأسبوع. سليمان السلمان بكلمتين: لاعب كرة. أنت وكرة القدم علاقة حب. حبك لكرة القدم بلش بأي عمر؟ 8 سنوات. كرة القدم مهنة أم شغف؟ أكيد مهنة. نجم كرة قدم بتحب إنك تواجهه؟ سيرجيو راموس. آخر مرة بكيت فيها بالملعب؟ في قطر 2012 دورة العربية. أحلى كلمة سمعتها كلاعب؟ خلوق. المنتخب العالمي اللي بتشجعه؟ منتخب هولندا. أكثر شخص أنت ممتن إله؟ أكيد عود الدولة. ميزة معينة إلك كظهير أيمن؟ روح القتالية العالية. خططك المستقبلية؟ أتمنى أنهي كرة القدم على خير. حلم لسه ما حققته؟ لسه ببني بيت. العنصر المهم للنجاح بالنسبة إليك؟ الإرادة والطموح. مستقبل كرة القدم بالأردن؟ أكيد ما إله مستقبل. كلمة أخيرة. بشكر قناة رؤية.